هذه المشكلة بنفسي، أنا مش طوع. الله واحد ولكن ما أعظمه. الله محبة. In the first century, in Palestine, on the shores of the Sea of Galilee, Jesus of Nazareth moved among the people and proclaimed his message of costly love and reconciliation. Often, he told stories, stories which communicated his message. From among these, three of the greatest are those of the lost sheep, the lost coin, and the two lost sons. These three stories, recorded in the Gospel of Luke, are the subject of our film. يعقوب يستحق القصاص. 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 يا خالد الأمم. خاطر ناجك وبلدك. بعد ما فضحتنا بتفكر تعيش تاني معانا يا خاين. يا خاين. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. يعقوب من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم. والآن يعقوب من بيت أبو إبراهيم مقطوع من عشيرته ويستحق تطبيق القصاصة. مين يشهد عليه؟ كلنا شاهدين. وزي ما هنكسر الزير ده هتنكسر كل علاقتنا بيعقوب من بيت أبو إبراهيم. ناديتك سمعتك بتناديني. ناديتك سمعتك بتناديني. أنا تبت وضعت منك يا أنت راح تلاقيني. ناديتك سمعتك بتناديني. ناديتك سمعتك بتناديني. مديت ايدي شفتك بتلاقيني. يابا لغاية دلوقتي ما تخافش على سليم يابا، زمانه جاي تلاقيه سهران مع أصحابه. متخش تنام انت يابا وانا هستناه، سليم مش هيرجع قبل الفجر، دي عادته. سليم تعبان في الطريق اللي ماشي فيها سلمى ومش عارف طريق البيت.
سكة البيت كل البلد عارفاها، والباب يفوت جمل. أنا اللي بفتح الباب للحياة يا سلمى، لولادي سليم وعزيز للأسف لسه ما فهموش الموضوع ده. الرجالة نوعين، نوع بيعيش زي الخروف ويموت زي الخروف، ولا حد بيحس بيه ولا حد بيفتكر. النوع التاني بقى هو اللي بيبقى ليه هدف في الحياة، هو ده اللي بيبص لبكرة، هما دول اللي عايشين بكرة زي ما هما عايزين. وانت من انهي نوع يا سليم، الخروف ولا النوع التاني؟ انا كل اللي عايزه ضربة البداية وبس. ودي هتعملها ازاي يا شاطر؟ يا عم ده ما يهموش، ده ابن ابو عزيز. بس مش معقول ابو عزيز هيدي سليم الفلوس علشان يجرب حظه. طبعا عنده حق، سليم لسه صغير وما عندوش خبر. لحد امتى هنفضل صغيرين؟ هو العمر فيها دي علشان نستنى لغاية لما اهالينا تقتنع ان احنا كبرنا؟ وعمرهم ما هيقتنعوا ان احنا كبرنا في يوم من الايام. انا اعرف واحد صاحبي استنى لما ابوه مات، اخد الورث عمل بيه تجارة وبقى غني جدا. الله يا سليم، مالك راح فين؟ لا ماليش، عن اذنك. بابا دلوقتي ما تخافيش يا سلمى يا بنتي، سليم ابني مش هيضيع مني ابدا، انا المسؤول عنه. طب يابا ما تمنعه من الخروج من البيت، وفي الحاله دي مش هيقابل اصحابه. يا سلمى انا اديتكم الحريه ومش هاخدها منكم ابدا، والحريه يا سلمى طريق صعب وانا اخترت الطريق الصعب. بس يابا سليم كده بيبعد عنك مش بيقرب. كلامك مظبوط يا سلمى يا بنتي، بس سليم ده ابني، ابني مش عبد عندي. انت طيب قوي يابا وقلبك كبير علشان كده كلنا بنحبك. لكن تفتكر يابا سليم فهم معنى الحرية؟ لا يا سلمى، لا. هو مش فاهم معنى الحرية، بس أنا هفضل مديله الحرية إنه يختار، وأنا عارف قلب سليم. سليم لما يتعب هيرجع، وفي اللحظة اللي هيشوف ويفهم فيها قد إيه أنا اتألمت علشانه هيشفى يا سلمى، هيشفى. كلامك كبير قوي يابا، زي قلبك. صحيح أنا يمكن ما كنتش فاهمة كل الكلام اللي بيتقال، لكن ليه يابا ما تقدرش تساعده دلوقتي؟ أنا طول عمري قلبي مفتوح لسليم يا سلمى، مفتوح لسليم ومفتوح ليكم كلكم. بس سليم وعزيز اختاروا إنهم يعيشوا من غيري، كأني مت. هاد الشر عليك يابا، انت حي وبصحة وجديد، هتفضل دايما بينا يابا. انت مفيش زيك ابدا يابا.
يجعلك في كل خطوة سلامة يا أبو سمعان. الله يبارك لي فيك انت يا سمعان. خدي خدي دول يا أبو سمعان. ايه دول يا أخو؟ 10 دراهم. شوفي البيت محتاج ايه وانزلي السوق هاتيه. أيوة بس دول كتير قوي يا أبو سمعان، دول يطلعوا كده يوميتك في 10 أيام. الفلوس في إيديكي بتزيد بركة يا أبو سمعان. ربنا يخليك لينا. أنا جهزت لك لقمة تاخدوها معاك، حلفتها لسمعان على بال أنت ما تلم الغنمات. ها؟ اعتمدنا على الله. يجعلك في كل خطوة سلامة ويحفظك من كل سوء. يحفظك الرب من كل ضيق، يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك وإيابك. أبو سمعان، صباح الخير يا أبو عزيز. صباح الخير يا أبو سمعان. إيه؟ هترعى فين النهاردة؟ في الغيط الإبلي إن شاء الله. وزي ابنك سمعان عامل ايه؟ الحمد لله نحمد ربنا. العم مرقص عد عليه وصلاله وقام وبقى عالي العاد، طالع معايا يرعى النهارده. طب الحمد لله يا سيدي. بقول لك ايه يا ابو سمعان؟ انا عاوزك وانت معدي على الغيط القبلي تفوت على العم مرقص وتقول له ان انا بسلم عليه وعاوز اشوفه النهارده ضروري جدا. حاضر يا ابو عزيز. فتح عينيك يا ابو سمعان، فتح عينيك على الخرفان في الغيط القبلي، في خرفان بيغريها التل الغربي والعشب اللي هناك وبتتوه في البرية. خلي بالك وفتح عينيك يا أبو سمعان. ما تخافش علي يا أبو عزيز، أنا مفتح عينيا كويس قوي وعمر ما خروف ضاع مني. سلام يا أبو سمعان. سلام يا أبو عزيز. يا سمعان يلا يا ابني، اتأخرنا يا ابني. حاضر يا ابني، أمي محضرنا لقمة، روح أجيبها وأجي على طول. روح. يحفظك الرب من كل ضيق، يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك. صباح النور يا أمو سمعان. أنا شايفة سمعان طالع يرعى النهاردة. الحمد لله ربنا شفاه على إيد الأب مرق، ربنا يخليه ويبارك فيه. الحمد لله على سلامته يا أمو سمعان. الله يسلمك. ست سلمى، أنا شايفة النور منور عندكم لحد وقت متأخر. ما أنت عارفة يا أمو سمعان. إيه؟ برضو سليم؟ أبويا صبر عليه ومطول باله قوي، وسليم زي ما هو دماغه ناشفة وما فيش فايدة فيه. طب ما تكلميه سلمى يا بنتي، هو بيحبك وبيسمع كلامك، يمكن ربنا يهديه. يا ما كلمته، لكن سليم زي ما هو دماغه ناشفة وقلبه زي الحجر على أبوه. مع إن أبو عزيز بيحبه ومديله حريته ومش حرمه من حاجة أبدا. سليم عايز يسيب البيت يا أم سمعان. يسيب البيت ويروح على فين؟ اوعي حد يعرف الكلام ده، لحسن دي تبقى فضيحة. فضيحة؟ وأي فضيحة؟ وهو أبو عزيز يستاهل كده برضه. أنا خايفة يا أم سمعان من اللي ممكن يحصل. وهو سليم صغير مش عارف نتيجة اللي بيعمله. بقولك إيه يا ست سلمى، ما تكلمي عزيز يمكن يعرف يعقله. أهو برضه مهما كان أخوه الكبير. كلمته بدل مرة ألف، بس أنتي عارفة عزيز طبعه صعب واخد الأمور كلها بعصبية. أيوه بس عزيز هو الكبير ويعرف يتفاهم معاه ويفهمه ان السكه دي غلط. وهو عزيز بيعرف يتفاهم برضه يا ام سمعان، ده زي ما يكون بيتلكك لاخوه وواقف له على كل غلطه. ده فاكر نفسه ان هو الوحيد اللي شايل حمل ابوه. ربنا يهديهم يا بنتي.
ويحنن قلوبهم على بعض. والله يكون في عونك يا ابو عزيز، ده انت راجل طيب وما تستاهلش اللي بيجرالك من ولادك، اقرب الناس ليه. يلا يا ام سمعان شدي حيلك، زمان ابو عزيز جاي. يلا خير يا سليم. صباح النور يا عزيز. ايه كنت فين ليلة امبارح؟ طب خد خد غير ريقك، تلاقيك ما دقتش حاجة من ليلة امبارح. طب يلا قوم معايا، قوم قوم. زمان سلمى حضرت الفطار، وزمان ابوك راجع من التمشية بتاعت كل يوم الصبحية. دي ام سمعان عامله لك شويه عيش سخن يستاهلوا بقك يا سليم، يا ابو مخ سليم. متشكر متشكر يا عزيز يا اخويا يا فهمني. اوعى تفتكر ان اسلوبك الناعم ده هيخيل عليا، لا ده انا فاهمك كويس قوي وعارف ان ما يهمكش غير مصلحتك. عموما انا سايبها لك وماشي. انا مش فاهم تقصد ايه واشبع بايه. لا يا عزيز انت فاهم كل حاجه كويس قوي، انت ما يهمكش غير الارض والفلوس. ماشي، من النهارده كل واحد ياخد نصيبه ويتصرف فيه زي ما هو عايز. يا سليم انت باين عليك لسه تعبان من سهره ليله امبارح، ولا تلاقيك تقلت في الشرب شويه علشان كده ما انتش واخد بالك من الكلام اللي انت بتقوله. بطل اسلوبك الناعم ده، ما تحاولش معايا، من النهارده كل واحد يشوف حاله. يعني هتعمل ايه يا شاطر؟ هكلم ابويا يقسم المراس اللي بيننا بالبساطه دي. ايوه انا خلاص اخدت قراري وهروح دلوقتي اكلم ابويا. اعقل يا سليم، انت مش عارف بتقول ايه على الصبح. اللي بقوله ده هو عين العقل. انت باين عليك اتجننت فعلا فعلا، انت باين عليك ما تعرفش مين هو عزيز. هيكون مين يعني؟ انت ايه يا اخي؟ ايه انت عاوز تحط راسنا في الطين قدام البلد كلها؟ ايه عاوزهم يقولوا ايه؟ يقولوا ابن ابو عزيز ما قدرش يصبر لحد ابوه ما يموت علشان ياخد الميراث. عاوز تدفن ابوك بالحياه؟ انت حتى لو نفذت اللي في دماغك واخدت نصيبك في الارض مش هتقدر تبيعه طول ابوك ما هو عايش على وش الدنيا. حتى لو ابوك سمح لك تبيع نصيبك في الارض مش هتلاقي واحد في البلد يجرؤ يشتري ارض ابو عزيز طول ما هو عايش على وش الدنيا. وانا بقى مصر ان ابوك يقسم الميراث بيننا، ومش كده وبس، ده لازم كمان يديني حق البيع وساعتها هبقى حر. لا ما انتش حر، انا فاهم انت بتفكر في ايه كويس قوي. عاوز تجيب لنا ناس اغراب يشاركونا في ارضنا. لا أنا مش هقبل ده يا فالح، أبداً أبداً، فاهم؟ مالك يا عزيز؟ أنت قابلت سليم النهاردة؟ طب حصل إيه؟ دلوقتي تعرفي كل حاجة. صباح الخير يا اولاد. صباح الخير يا صباح الخير يا عزيز. امال فين سليم يا اولاد؟ هو لسه ما صحيش لحد دلوقتي؟ سليم بايت بره البيت يابا. لا يابا ده زمانه جاي، هو في الجنينه. صباح الخير يا سليم، كنت فين ليله امبارح؟ كنت مع اصحابي لغاية الصبح. مالكش بيت يا ابني؟ مالكش أب يقلق عليك؟ لا ماليش. لا بقى
انا مش قادر اصبر اكتر من كده. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش كرامه؟ ما عندكش دم؟ ما انتش مكسوف من نفسك؟ ازاي تكلم ابوك بالشكل ده؟ لا بتخدم في المزرعه ولا بتساعد في اي حاجه، وكمان قليل الادب. اقول لك يا عزيز، خليك في حالك، بلاش شغل القطه بتاعك ده. كفايه بقى، كفايه كفايه. مفيش حد فيكم مجبر على خدمتي. اللي يخدمني يخدمني لانه بيحبني انا وبس، واللي مش عاوز يخدمني انا مش عاوز منه اي حاجه. تعالى يا سليم كلك لقم. ماليش نفس اكل في البيت ده. قصدك ايه سليم؟ من فضلك اسر الشر وقول يا صبح بلاش تجرح قلب ابوك. انا عايز حق في المراس، وعايز كمان حق البيع، وتسيبنا امشي من هنا. انت بتقول ايه؟ بقول عايز حق في المراس وحريتي في النبيع. سمعت يا عزيز؟ سليم انت باين عليك تعبان، معلش يابا هو مش عارف هو بيقول ايه. لا يا سلمى مش تعبان، وعارف كويس قوي انا بقول ايه. ايوه يا سليم يا ابني هتاخد نصيبك، انا مش هحوش عنك اي حاجه، بس كل شيء وله وقته يا ابني. لا انا عايز نصيبي دلوقتي. ما تقولها بقى بصراحه اكتر، ما انتش قادر تصبر لحد ابوك ما يموت. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، انا عايز نصيبي دلوقتي. لا بقى ده الوقت اللي لازم تتقدم فيه، لازم تعرف حدودك. تضربه انت ولا اضربه انا يا ابو؟ كفايه بقى كفايه كفايه. لحد امتى مش هتحس بوجودي؟ لحد امتى؟ امتى هتحسوا ان انا موجود واحس ان انا ليا اولاد؟ اخرجوا من وشي، اطلعوا بره، اطلعوا بره. معلش يا سلمى، كل اول وله اخر، كل ليل وله نهار يا سلمى، كل ليل وله نهار. هتعمل ايه يابا؟ حد سليم اللي هو عاوزه، حديله نصيبه، وحديله الحريه في انه يهني يهني ويرفض قلبي المفتوح له. بس يابا. ايوه يا سلمى، حديله مراسه، وحديله كمان حق البيع. عيش لسه زي ما هو يا موسى معاي، لسه ما انكسرش. سمعان سمعان يا ابني. سمعان. ايوه يابا خير، في حاجه؟ في خروف ناقص يا ابني. معقوله؟ ده عمرها ما حصلت قبل كده. طب تعال نعدهم تاني يا ابني. انا عددهم مرتين، بقول لك في خروف ناقص. طب خليك انت هنا وانا اروح ادور عليه في التل الغربي. لا يا ابني خليك انت وفتح عينيك كويس، وانا هروح ابص عليه. ما تخافش يابا، وان شاء الله هترجع مجبور الخاطر. اختم يا ابو عزيز. درهم اللي اداهم لابوسه معايا. انتي روحتي في حته بالفلوس دي النهارده؟ ابدا يا ست سلمى، انا ما خرجتش من البيت. يبقى ما تخافيش، اكيد هتلاقيهم في البيت. انا مش خايفه يا ست سلمى، بس انا عمري ما ضاعت مني امانه، انا مش صغيره، وبعدين دول اجري يوم كامل لابوسه معايا.
ما تزعليش هديلك غيره. متشكرة قوي يا بنتي. أبو سمعان لسه قايل النهاردة الصبح امرأة فاضلة تمنها يفوق اللي قالق كلها، وأنا لازم أدور عليهم وألاقيهم لأنهم بتوع أبو سمعان لازم، ودي حاجة كبيرة قوي عليا، حاجة كبيرة عليا قوي، ودي مسألة كرامة يا بنتي مش حكاية فلوس. سمعان زمانه جاي، ده ابو سمعان عارف سكة البلد كويس حتى بالليل، وبعدين ده محدش يقدر عليه لانه احسن راعي عندنا، ما ده احسن راعي في البلد كلها، وبعدين ده عمره ما ضاع منه خروف. ابو يا جاي بيه ابو عزيز، الحمد لله على سلامتك يا ابو سمعان. الحمد لله على السلامه. بقى هو ده الخروف اللي كنت هتضيع روحك علشانه؟ هو ده الخروف اللي يخليك تنزل البريه بالليل؟ ايه يا راجل انت نسيت انك ليك اهل يسالوا عليك؟ لا ما نسيتش، بس دي مساله مبدأ. انا راعي، والراعي الصالح ما يضيعش منه حاجه ابدا. احنا لازم نعمل حفله للراعي الصالح اللي بينا، لأنه دفع الثمن عشان يرجع خروف الضال. وللست الصالحة اللي قعدت طول النهار تدور على درهم ضاع منها ورفضت إنها تاخد بداله واعتبرتها مسألة مبدأ وكرامة إن ما يضيعش منها درهم إداهولها أبو سمعان. أبو عزيز عايش.
بيني وبينهم ايه؟ اخلصوا انتوا العلبة دماغي، اخلصوا انتوا هما. ما اعرفش اشتغل. انا هلاحق عليك ولا على ابنك؟ ربنا هياخدك انت وابنك في يوم واحد. ربنا هياخدك انت. وليه يا بصراحة طويل؟ عارف لو قطعنا لسانها وشاويناه وكلوا البلد دي كلها، بس حاجينه متسامح. بقولك ايه؟ ايه رأيك في سعر الارض اللي عرضته عليك؟ يا عم شحات، انت عارف ان الغيط الشرقي ده احسن ارض في البلد كلها ومحصولها كتير. يا سيدي انا مش عايز المحصول. وبقولك ايه؟ انا هزودك 50 دينار ده. قلت ايه؟ ده ما يجيش حتى تمن نص الارض يا عم شحات. بصريح العبارة الأرض دي مش هتباع خالص طول ما أبو عزيز عايش، عشان تبقى عارف. بس أنا ليا طريقتي في البيع والشراء. هتدياني؟ قلت إيه؟ أمري لله. موافق. طيب اديني لله. اديني. هات الفلوس. خد. هذا هم؟ وادي الخمسين الدهب. الدين نايمين اصحى يا بلدنا هو، فوق يا ناس نايمين اصحى يا بلدنا هو. انا هاخد الدنيا بقوة، انا صاحب مال ومروة، فددي اطيان وبيوت برا وجوة. فوق يا ناس نايمين اصحى يا بلدنا هو، انا هاخد الدنيا. أنا صاحب مال. خلاص يابا، سليم هيمشي ويسيبنا. فددي أطيب هو اللي اختار يا بنتي. وبيوت برا وجوا. فوق يا ناس نايمين اصحى يا بلدنا هو، أنا هاخد الدنيا بقوة. أنا صاحب مال ومروة، فددي أطيب وبيوت برا وجوا. فوق يا ناس نايمين thank you.
ادي السكة مش بدل الدمع الدكة، ادي السكة مش بدل الدمع الدكة. كانت الحلم وقرب ضحكني ياما وبكى، قلبي مشي حاول جرب صحاني وراني السكة، ادي السكة مش بدل الدمع الدحكة، ادي السكة مش بدل الدمع الدحكة. هانت الحلم وقرب ضحكني ياما وبكى، قلبي مشي حاول جرب صحاني وراني السكة. أول مرة يجي هنا. أنا اسمي سليم. سليم؟ آه. إيه ده؟ مش أنت الأمير الجليلي اللي بيقعد في حانة بيكالي؟ أيوة فعلاً. بس الحقيقة حانة بيكالي بقت غالية قوي ومصاريفها كتير، وأنا يا دوبك الفلوس اللي معايا تكفي التجارة. تجارة؟ وهنا؟ يظهر انه ما عندوش فكرة عن احوال بلد. يا عم احنا مالنا، مد ايدك اشرب وكل. على رأيك. الخروف يا سيدي. صحيتك مش عايزك بطل.
احنا نعرفه او شفناه قبل كده. انا عندي فكره، نقول له ان احنا عندنا مشروع وناخد كل فلوسه ونفلسع بره البلد. نفلسع بره البلد. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش شخصيه؟ معاهم معاهم عليهم عليهم. ما تسيبه في حاله، خليك معايا انا. نقول له ان احنا رايحين نجيب قافله من الشام، والقافله دي فيها بضاعه هنبيعها هنا في البلد، وان احنا يا عيني معناش المال الكافي اللي يكفي ثمن البضاعه، ونطلب منه انه يشاركنا بفلوسه. ايوه يشاركنا بفلوسه. طب افرض شك فينا ورفض؟ لا، انا متاكد انه لا يمكن يرفض ابدا. ايوه، لانه غريب ومش من هنا ومصرف جدا، وهنديله الضمانات الكافيه اللي تخليه ما يشكش ان احنا ممكن نسرقه. ها ايه رايك يا سليم؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ ايه رايك يا سليم؟ ها؟ طب ايه اللي يضمن لي حقي؟ يا سيد سليم، احنا ما وافقناش ان احنا نعرض عليك الموضوع ده. لما حسينا ان انت خلاص بقيت صاحبنا وانك حبيبنا، مش كده يا جماعة؟ طبعا. احنا مش عاوزين واحد غريب رابع يكون شريك ما بيننا. بقولك ايه، لو مش واثق فينا من حقك انك ترفض. يلا بينا يا جماعة. يلا بينا. لا استنى يا جماعة، انا ما اقصدش، انا طبعا واثق فيكم، بس هي المسألة محتاجة شوية تفكير. المبلغ اللي مطلوب ده كبير جدا، ده تقريبا كل الفلوس اللي باقي معايا. طب افرضوا البضاعة خسرت، هيكون مصير فلوسي ايه؟ لا يا سليم، انت شريكنا في المكسب وبس، اما الخسارة فدي علينا احنا. وبعدين التجارة دي شغلتنا، واحنا عارفين البضاعة اللي بتكسب كويس. التجارة دي شغلتنا واحنا عارفين البضاعة اللي بتكسب كويس. لا، اذا كان على كده انا موافق، بس ادوني صك امانة بالفلوس. واحنا موافقين، ولو حبيت تطلع معانا مع القافلة برضو موافقين. موافقين. وانا وثقت فيكم، ادي فلوس. والصك هيكون جاهز عندك بكرة. خد دي خليها معاك. عن اذنك يا سيد سليم، نلحق نجهز القافلة. يلا يا جماعة يلا. مفيش اخبار عن سليم؟ سليم راح وفات لنا العار والفضيحة. ربنا يصبر ابو عزيز ويخفف الحزن عنه. ويحزن ليه؟ هو يعني كان راع ابوه لما خد نصيبه وباعه ومشي؟ ربنا يهدي ابني ويرجعه لابو عزيز بالسلامة ويحمي قلوبكم على بعض. سيبها وامشي يا اخي. بقول لك امشي من هنا، احنا اللي زيك مش عاوزينه. مش كفايه مشاركنا لقمتنا يا اخي؟ حرام، كفايه يابا، حرام عليك، كفايه، حرام عليك يابا. فهمه بالراحه، ده مش حمل بهدله، بس الظروف اللي عملت فيه كده. احنا شفنا ظروف العن من كده، خليه بقى يحل عننا. ما احنا كمان مش ناقصينه، مش كفايه بيشاركنا في لقمتنا كمان. طيب اهدى انت بس، اهدى وانا هعلمه ازاي يرعى الخنازير. خلاص يا ابا. معلش يا دين، انا عارف ان حملي عليكوا تقيل، ولولاكي كان ابوكي رماني بره المزرعه من زمان. ما تقولش كده يا سليم، معلش ابويا معزول
انت شايف حالنا ما يعلم بيه الا الالهه. السما بقت جافه اكتر من الارض. سنتين يا سليم مفيش مطر بينزل ولا زرع بيطلع. لما خلاص الناس هتموت من الجوع. يلا قوم ارعى خنازيرك بعيد، بس اوعى تاكل الخرنوب بتاعهم. دول يا سيدي لا ماعز ولا خرفان، دول خنازير متوحشه يعني ممكن ياكلوك انت نفسك. يلا يا سليم. مفيش اخبار عن سليم. ثلاث سنين يا ابو سمعان لا حس ولا خبر. ربنا يرجعه لك بالسلام. الجليل لسه حي؟ ايوه يا قتيلة. ابا تعالى كلك لقمة. أيوة يا بنتي أنا جاي أهو، حكم أنا واقع من الجوع. يا راجل أنا افتكرت إنك مت، قلت خير أهو الأكل يتقسم على اتنين بدل ما بيتقسم على تلاتة. هات يا بنتي ناوليني. أيوة آدي بقى يا ستي نصيبك أهو. إيه ده؟ ده مخ ومصارين خنازير، هيتخلينا نعيش كمان يومين. ايه الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ ده انا جبتهم بالعافيه من الدبيحه ومن وسط الخدامين عند المعلم، وقاتينا طبختهم في السر. ايوه يا عم اندرياس، بس انا ما اقدرش اكل لحم الخنازير، ده حرام عندنا. هو النبي بتاعك اسمه ايه؟ اسمه موسى. موسى. هو يهوى إله الجليل لما قال لموسى ما تاكلش من الخنزير كان وقت مجاعة زي دلوقتي. اسمه السيد الرب أدوناي. ما تزعلش قوي كده أدوناي، ارتحت بقى يا سيدي. بس أدوناي ده اسمه مش متسجل في كشف الآلهة اللي في المعبد، وكمان ما هوش الإله بتاع المنطقة دي ولا لي اي قوه في المنطقه اللي احنا فيها دي كلها. أدوناي أدوناي. يابا يابا حرام عليك، كفايه انت مش شايف الحال اللي هو وصل لها. ماله، ما هو زي الفل اهو، الاكل بنجيبه له جاهز لغايه عنده من ورا المعلم، وكمان مش عاجبه. اسمع بقى يا اخينا، بواقي الخنزير ده هو الاكل الوحيد اللي فاضل عندنا، عاجبك تاكل كل، مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط. بس شوف بقى هتاكل ايه، إياك هتاكل الخرنوب اللي الخنازير بتتعارك عليه. يا ريت نقدر يا عم اندرياس. سليم انا حذرتك، قلت لك اوعى تمد ايدك على اكل الخنازير، دي خنازير متوحشه يا سليم. يلا عشان خاطري كلك لقمه. في بيت ابويا الاكل كتير وبيفيض. يا دي بيت ابوك اللي مش هنخلص منه يا ابني. انت ايه الله، لما هو مليان عز كده وخير زي ما انت بتقول كنت سيبته ليه؟ يا ريت نقدر ارجع. ما ترجع بقى بيت ابوك وتخلصنا. يا ريت. ده انت وجعت دماغي. بقول لك ايه، انا هاخد الاكل واقوم اكل بعيد. ده انت صدعتني يا شيخ. ده ايه ده؟ ايه ده؟ اتينا خلي بالك للخنازير تروح كده ولا كده يا بنتي، وطبعا الامير الجليل بتاعنا لا هيسال ولا هيهتم. كل يا سليم عشان خاطري انا كل. مش بس السنين هم اللي وحشيني، ده الشجر والشوارع والبيوت والناس الطيبين. سلام يا سلمى يا بنتي. سلام ونعمة يابا، تفضل يابا الأكل لسه سخن.
ايه يا سلمى يا بنتي؟ انت هتفضل وقفتك كده جنب الشباك على طول؟ هعمل ايه يابا؟ اديني بسلي نفسي. بتسلي نفسك ولا بتحاولي تشيلي حملي؟ بقولك ايه يابا؟ هو عزيز ما جاش معاك ليه؟ اصله قاعد مع العم مرقص بيفسر له شويه في الكتاب. قولي يا سليم، انت ليه سبت بيت ابوك؟ تقدري تقولي اني ما كنتش مستحمل اخويا الكبير ولا حتى طيبه، وكمان كنت حاسس اني مش محتاج لابويا. انت عارف ان انا كنت معجبه بيك من زمان قوي؟ الناس كلها كانت بتتكلم عنك يا سليم، عن الامير الجليل الغني وحصانه الابيض الجميل وفلوسك، فلوسك اللي ما بتنتهيش. افتكر ان الناس كانت بتحكي انك في ليله واحده بس صرفت دنانير ذهب قد أجرة عيلتنا كلها في سنة. كنت فاكر إن الفلوس اللي معايا عمرها ما هتخلص. أول ما جيت هنا كنت وحيد، لا أهل ولا أصدقاء، ما كنتش أعرف أي حد. قلت أعزم الشباب اللي حواليا دول كلهم على الأكل والشرب، وكنت مبسوط قوي بالجو ده، سهر، غنى، رقص. طبعا الامر ما يخلاش من كام بنت حلو. لا لا يا تينا، الناس ممكن تقول ان انا بزرت اموالي بعيشه مسرفه، انها مش ممكن يقولوا ان انا من غير اخلاق. انا اسفه يا سليم، ما قصدتش نجاحك. انا عارفه انك شاب مختلف عن بقيه الشباب، حتى في معاملتك ليا كانت مختلفه عن معامله بقيه الرعاه. المهم عملت ايه بعد كده؟ اشتغلت فتره بس صاحب الشغل طردني عشان المجاعة. انت عارفة اني ماليش حد هنا، لا اصحاب ولا اهل. طب ما تحكيلي عن ابوك شوية يا سليم. ابويا؟ ابويا ده ياه، ده التلات سنين اللي فاتوا دول عدوا عليا كأنهم 100 سنة. أكيد أبوك ده كان راجل عظيم. هو كان فعلا عظيم. طيب طب سبته ليه؟ قلت لك قبل كده إني كنت فاكر إني مش محتاج له. أنا نفسي ما كنتش مهتم بيه، ما كانش يفرق عندي إذا كان أبويا عايش ولا ميت، المهم اللي في دماغي وبس. وبعدين؟ أبدا، أخدت نصيبي من الميراث وكنت فاكر ساعتها إني هبقى حر. ودلوقتي انت حر يا سليم؟ حر؟ طبعا حر، ايوه حر، زي ايد مخلوعه من جسم انسان بقت حره من الجسد، زي زرعه مخلوعه من جذورها بقت حره من الارض، زي مجداف وقع من ايد الصياد بقى حر. بس الموت بياخده ويوديه، والمجداف فرحان، فرحان برذاذ الميه اللي بيلمع في ضوء الشمس. بس الموج مصيره هيزهق من اللعبه ديت وهيرميه على الشط والشمس تنشفه، واي حد يجي ياخده ويكسره ويحرقه عشان يدفى بيه. ده انا هتينا، انا اللي متدمر ومكسور وجاهز للحرب. كفايه يا سليم، كفايه ارجوك عشان خاطري. انا عايزه اقول لك على حاجه من زمان بس حاسه انها محرجه قوي بالنسبه لك. سليم انت لازم ترجع لاهلك. ما اقدرش ما اقدرش. سليم اللي ما تقدرش عليه هو انك تعيش معانا هنا. انت بتقول على اكلنا انه نجس وما تقدرش تاكل منه، الاكل ده هو اللي معيشنا ايام ومدد في عمرنا. سليم انت لا بتاكل ولا بترتاح ولا بتنام، كده هتتعب وهتموت. ما اقدرش يا تينا، ما اقدرش ارجع في اكتر من حاجه منعاني. ايه هم الحاجات دي؟ ابويا واخويا واهل البلد كلهم. انا مش فاهمه حاجه. انت ناسي اني خدت نصيبي في الميراث وده مش من حقي؟ ازاي هواجه ابويا وازاي هواجه اخويا؟ مال اخوك ومال الموضوع ده؟ ما هو اللي باقي من الميراث ده حقه، انا لو رجعت هاخد من نصيبه. خلاص يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد بس، احنا لازم نفكر ازاي تشتغل وترجع ارضك اللي بعتها. صعب صعب يا تي، انا مفيش قدامي حرفه اقدر اشتغلها، حتى رعي الخنازير انا مش فالح فيه. انت صعبان عليا قوي يا سليم، أنا عارفة إنك في ورطة كبيرة،
مفيش قدامنا غير حل واحد، اعرض نفسك عبد لعيلتك، على الاقل هناك هتلاقي لقمه تاكلها ومكان تنام فيه. ما ينفعش يا تينا، ما ينفعش ابقى عبد في بيت ابويا، ده يبقى اصعب عليا من اللي انا فيه دلوقتي. بعدين العبد ما بياخدش فلوس، يعني هفضل طول عمري عبد؟ انت بتقول ان مفيش في ايدك صنعه، طب ليه ما تتعلمش صنعه هنا في البلد؟ لما الشباب مش عارفين يشتغلوا، وبعدين مين اللي هيشغلني ولا مين اللي هيعلمني؟ طب ليه ما تروحش تترجى ابوك يبعتك لاي حد يعلمك حرفه وبكده تكسب فلوس كتير؟ فكرة دي لا، ده الصناعية بتكسب كويس. بس ده معناه اني هضيع نص عمري عشان ارجع مراسي. تضيع نص عمرك ولا عمرك كله؟ تشتغل اجير وتكسب فلوس ولا تضيع عمرك كله هنا مع الخنازير؟ طب وازاي هقنع ابويا انه يساعدني؟ ممكن تروح تحنن قلبه بكلمتين حلوين تأكد انه هيساعدك. ليه لا؟ عارفة يا تينا، فرعون لما ملقاش حل لمشكلته قال لنبي الله موسى ايه؟ قال له اخطأت الى السماء وقدامك. هاي كمل يا سليم. اخطأت الى السماء وقدامك، اجعلني من احد اجرائك. هاي يا سليم قول اكتر، عايزك تحنن قلب ابوك عليك. يا ابتي اخطأت الى السماء وقدامك، ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، اجعلني من احد اجرائك. هايل هايل يا سليم، انا متاكده ان ابوك قلبه هيحن عليك، وساعتها اخوك مش هينطق بكلمه واحده. انا فعلا ما فيش قدامي حل تاني، هو ده الحل الوحيد، هو ده اللي لازم يتم. اتينا امتى ابتدي اجهز للسفر؟ دلوقتي حالا. بس معناش فلوس هنعمل ايه؟ استني، خدي يا تينا، خدي ده اخر دينار معايا، هاتي لي بيه اكل وما تنسيش تجيبي قربه ميه لان المشوار طويل. حاضر بسرعه. حالا. كل حاجة تلزمك للسفر. ايه؟ في ايه يا سليم؟ مالك؟ ما اقدرش اسافر. يعني ايه ما تقدرش تسافر؟ نسيت اقولك على حاجة مهمة قوي، نسيت أقولك السبب اللي علشانه ما أقدرش أرجع البلد تاني. سليم أنا فعلا مش فاهم حاجة. أهل البلد. مالهم أهل البلد يا سليم؟ إذا كان على مشكلتك مع أبوك فأعتقد إنها كده اتحلت، وأخوك مش هيتكلم خالص، يبقى في إيدهم إيه أهل البلد يعملوه معاك يا سليم؟ القصاصة. لا أنت ظاهر مفيش فايدة فيك أبدا، كلامك بقى غريب وتصرفاتك بقت أغرب. خلاص عايز تقعد يا سليم ما تسافرش؟ اقعد، انت حر، تموت تجوع انت حر، هعمل لك ايه اكتر من كده؟ امين يا تينا، انا لو رجعت اهل البلد مش هيرحموني، دول هيهزقوني ويمكن يضربوني وبعديها يسحبوني على دوار العمده وهناك يعملوا لي القصاصه. قصاصه؟ القصاصه يعني ايه؟ القصاصه ايه هي القصاصه دي؟ لو حد من بلدنا خسر مراسه في وسط ناس أغراب وحاول يرجع تاني. كل لك أهدي يا خالد مراسة وقوات الأمم، خاطر نادك وبلدك. يعقوب يستحق القصاص. 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 يعقوب
من بيت أبو إبراهيم خسر ميراثه وسط الأمم، وعلشان كده يعقوب من بيت أبو إبراهيم مقطوع من عشيرته ويستحق تطبيق القصاصة. مين يشهد عليه؟ كلنا شاهدين عليه. وزي ما هنكسر الزير ده هتنكسر كل علاقتنا بيعقوب من بيت أبو إبراهيم. بعد كده أهل البلد هيسيبوني، محدش هيسأل فيا، لا حد هيديني أكل ولا حد هيديني شرب، هفضل كده لحد ما أموت. مقدرش أرجع، مقدرش. على الأقل لو مت هناك يا سليم أهل البلد هيدفنوك، لكن هنا لأ، هنا مفيش قدامنا غير إننا نرمي لحمك للخنازير ينهشوه. ارجع لنفسك يا سليم أرجوك. لا سليم، انت مجهز كلام حلو قوي تقول لابوك، ويمكن ابوك يصدقك، وده املك الوحيد. ارجع لنفسك يا سليم ارجوك، عشان خاطري ارجع لنفسك. يونان قاعد في بطن الحوت 3 ايام ونيجي. انا لو الخنازير كلتني مش هنجا، يا ريت ما اقدر اكل الخرنوب اللي بتاكله الخنازير، يا ريت. بس انت مش خنزير يا سليم، ولا تقدر تاكل اكلهم. من بكره الصبح تاخد اي حاجه مقبله على بلدكم. بلدكم في الجنوب من هنا. اتين، أنا طول عمري هفضل أحبك. أنا حاسس بيك من زمان وعارف إنك بتحبيني، وأنا مش هنساكي أبدا. بس أنا مش ليك يا سليم، ولا أنت ليا، لا آلهتنا ولا خنازيرنا ولا حياتنا كلها عجباك. بس أنت حاجة تانية سليم، انت لازم تنام بدري عشان بكره الصبح وراك سفر طويل وشاق. تصبح على خير. اتينا. بطن الحوت ولا بطن الخنزير؟ أجرب بطن الحوت. انزل من على التل وتاخد يمينك عند أول منعطف لأبنك. فين الجبلين دول؟ هتلاقي هناك الشلالات اللي هي تبقى على مشارف بلدك. انزل من على التل. لسه بريء
نفس الطريق كان هنا من سنين واحد بريق كان هنا من سنين واحد جريق كان هنا من سنين واحد بريق كان هنا من سنين واحد جريق اتغيرت جواه معالم يا عالم اتغيرت جواه أما الطريق لسه بريق لسه الطريق نفس الطريق أما الطريق لسه بريق نفس الطريق هو الطريق عزيز مش معقول وايه الهلاهيل اللي انت لابسها دي وايه ريحه الخنازير دي على الاقل لو مت هناك يا سليم اهل البلد هيدفنوك لكن هنا لا هنا مفيش قدامنا غير اننا نرمي لحمك للخنازير ينهشوه ارجع لنفسك يا سليم ارجوك الحب يعرف يعني ايه يستنى يا سلمى يا بنتي لحد امتى يابا الحب هو صبر ومعاناة الحب هو قرار مش مجرد عطف واللي مخليك متأكد كده من رجوعه بعد السنين دي كلها أنا عارفه يا سلمى يا بنتي عارفه كويس قوي سليم لما هيفشل ويقرصه الجوع هيفكر يرجع هيرجع عشان يشوف ايه ممكن يقدر ياخده مني تاني وإيه اللي ممكن تديهوله تاني سليم أخد منك كل حاجة هتشوف يا سليم بطرس بطرس حمدنا على سلامتك يابا إيه مالك؟ أنا لسه جاي من بره البلد شوف سليم ابن أبو عزيز على الطريق وجاي على هنا مين؟ سليم مش معقول أيوة يا ابني لابس شوية هلاهيل وريحته ريحة خنازير لابس هلاهيل وريحته ريحة خنازير يعني ضيع فلوسه وسط الأغراب يبقى لازم نعمل له استقبال عظيم يليق بيه أنا هجمع شباب البلد عشان أرحب بيه لما يشرف بالسلامة ما تنساش تاخد الزير القديم من الدار مش خسارة فيه سيب الموضوع ده عليا إيه الوقت اللي لازم يتربى فيه الولد ده انزلي يا بنت بسرعة شوفي ايه اللي بيجرى تحت شوفي ايه اللي بيحصل حاضر حاضر يا ابا حاضر في ايه يا ابو سمعان سليم سليم يا ست سلمى ماله ماله يا ابو سمعان اتكلمي سليم رجع يا ست سلمى ابو قطر شافه على الطريق وهو جاي على البلد وبيقول انه لابس هلاهيل وريحته ريحة خنازير طب روحي نادي لابو سمعان وعزيز وانا هخش نادي لابويا بسرعه حاضر حاضر يابا 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 في ايه يا سلمى
سليم وصل. يابا لازم نعمل حاجة، شباب البلد كلهم بيتجمعوا وهيضربوهم العصيان. يابا يابا أنا قلت لهم ينادوا على أبو سمعان وعزيز. ما تخافيش يا سلمى، أنا مرتب للحظة دي من يوم ما سليم ساب هنا ومشي. احنا جاهزين ومستعدين لاستقباله، بس هو تموتوه، احنا عاوزين بس ننزله شوية نديله درس عمره ما ينساه، وبعدين ناخده على دوار العمدة ونجتمع ونعمل القصاص. ما تخافش يا عم ابو بطرس، احنا هنرحب بيه بس. ايوه نزفه زفة جميلة لحد دار العمدة، مش كده يا رجالة؟ ايوه يلا بينا. أبو بطرس بيحترمك وبيسمع كلامك، من فضلك قول لابنه ولكل شباب البلد يبعدوا عن سليم، أرجوك يا أبا. لقد جاءت الساعة، ابني هناك، ابني أهو. أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك يا ابني. في حاجة تانية عاوز تقولها يا ابني؟ أنا فعلا ما استحقش أن أكون ابنك. ناس انا لقيت ابني يا ناس، لقيته ورجعته يا ناس، لقيته ورجعته يا ناس، لقيته يا ناس، لقيته. ام سمعان اجري يا ام سمعان على البيت، هات الروب المقصف بتاعي علشان سليم ابني يلبسه، وانت يا ابو سمعان اجري هات صندل لرجليه، وما تنساش تجيب الخاتم بتاعي عشان يلبسه في صباعه. ابو سمعان اذبح الابن المسمن يا ابو سمعان، لازم كلنا نفرح، لان ابني ده كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجدته. يا رجاله يا اهل البلد اسمعوا الكلام اللي قاله ابو عزيز، لازم يمشي، مفيش كلام تاني بعد كلام ابو عزيز، كلام ابو عزيز هو الصح. يا رجاله مفيش حد يعرف يطبل، مفيش حد يعرف يغني، يلا يا شباب
كلام ابو عزيز هو الصح. على مقاسك يا سليم؟ هو فعلا على مقاس صباعي، بس اشك اني قده. ابوك بيحبك يا سليم وبيثق فيك، والا ما كانش ادالك الختم بتاعه اللي بيه تقدر تبيع اي حاجه. انا مش مصدق اللي انا فيه، انا حاسس اني بحلم وخايف اصحى الاقي نفسي بين الخنازير. ارجوك يا سليم ما تجيبش سيره الخنازير دي تاني، انا فعلا بتضايق من الموضوع ده. معاك حق، بس أنا خايف من عزيز، مش كده؟ مش عارف هيعمل إيه، خصوصاً بعد الحفلة الكبيرة اللي هيعملها بابا النهاردة. الحفلة دي مش ليك، الحفلة دي لأبويا، علشان كده لازم نفرح الليلة دي معاه، لأنه لقاك، وما تقلقش من عزيز. أبوك عامل حسابه على كل حاجة، يلا البس ده بقى. ايه رايك؟ لايق عليا؟ حلو قوي قوي، يعني محسسني كده كاني لك هيبه واحترام. يمكن ده السبب اللي خلى ابويا يصر اني البسه النهارده في الحفله. شفت ابويا عمل ايه علشاني؟ شفت ازاي قدر يحول العصيان ديت لرقص والاحتفال، لاني كنت ميت وحياني، كنت ضايع ولقاني. ساعتها بس اول مره احس ان انا كنت على الطريق الصح، حسيت ان انا انسان تاني خالص. أنا فعلاً بدأت أتغير. سليم هو فعلاً حطك على الطريق الصح، لكن هو كمان اتهان واتجرح علشانك، وما أعتقدش أبداً إنك ممكن ترجع سليم بتاع زمان. لا مش ممكن، أنا كنت في الشمال محضر خطبة جميلة جداً علشان أقولها لأبوي. خطبة؟ خطبة إيه؟ خطبة علشان يتأثر ويتحنن قلبه عليا، واروح اتعلم صنعة عند اي حد يبعتني ليه، يمكن اكسب فلوس واعوض من راسي اللي خسرته. انت لو قعدت عمرك كله تشتغل ما تقدرش تعوض ولو حتى ربع ميراثك. عندك حق. سليم ابوك بيحبك، لكن انت ما كنتش قابل الحب ده لدرجة انك كنت عاوزه يموت. انت حتى ما كنتش حاسس انت بتقول ايه. ايوه، في الغربة اكتشفت ان انا خالفت القانون وكسرته، وعليا اني ادفع الثمن. وتدفع كام لقلب ابوك اللي انت كسرته؟ اللي عمله ابويا اكبر بكتير جدا من اي ثمن ممكن يدفع. يعني عرفت فعلا ان انت كنت غلطان؟ ايوه، ساعة لما لقيت ابويا بيضحي علشاني ما عرفتش اقول له حاجة غير اني فعلا ما استحقش اني اكون ابنك. ياه أخيراً يا سليم، أخيراً قبلت إن الحب يلاقيك. سليم دي أول مرة فعلاً تكون جوة
هو بيت أبوك. يا سلمى، كلامك بيديني سلام جواي. طب يلا يلا بينا. رغيف عيش من يوم ما سبت البيت وانا كل يوم الصبح بحط رغيف طازه ما كانش حد بياكله، وبالليل كنت بشيله، وتاني يوم الصبح بحط واحد تاني غيره طازه. طب ليه كنت بتعملي كده؟ دي كانت مشيئه ابويا، ولما سالته ليه قال لي لما العلاقه المكسوره اللي بينه وبين اولاده تتصلح ساعتها هيكسر الخبز معاهم حوالين الترابيزة، ولغاية ما يتم ده هيفضل الخبز مكانه على الترابيزة من غير ما حد يكسره. أيوة بس عزيز كان في البيت ما سابوش. سليم عزيز زي ما هو ما تغيرش. يعني عزيز مرضيش يقبل إن بابا يلاقيه. بالظبط. فاكر لما قعدت تزعق وتقول عايز ميراثي وحقي في البيع؟ فاكر فاكر يا سلمى، بس الميراث الحقيقي اللي انا عايزه دلوقتي هو العيش ده في العلاقة الجديدة اللي بيني وبين والدي. ابويا اتكسر النهاردة الظهرية. عارف عارف يا سلمى. سليم خليك فاكر ان الشيء الوحيد اللي رجعت بيه لابوك كان شوية هلاهيل. مش ناسي ومش ممكن هنسى. سليم أبوك بيحبك أنت وعزيز لأن الحب ده طبعه، ولأنكم أنتوا كمان محتاجين لحبه. مظبوط يا سلمى، إحنا فعلا محتاجين للحب ده. عارفة يا سلمى، لو كنت نفذت الفكرة اللي راجع بيها من الشمال كان أبويا بقى عنده 2 خدامين مش 2 من ولاده. يا حبيبي سليم. سليم انت هنا يا ابني؟ نعم يابا. ايوه ايوه كده تمام، كله تمام. بس انا يابا ما استاهلش كل ده. خلاص يا سليم خلاص، الكلام ده سمعناه الظهريه وخلاص يا ابني. والدي هتكسر الخبز معانا النهارده. ايوه يا ابني، الليلة دي هكسر الخبز معاكم. صبحة يا أمنة. عايزاكم تبقوا واقفين مع أم سمعان، اوعوا تسيبوها. عايز أبو عزيز يجي يلاقي كل حاجة جاهزة. يلا يلا بسرعة مالكم هامة. أهلا يا عم مرقص. أهلا بيك يا بنتي. أهلا يا حضرتك. وسهلا بيك يا بنتي. يابا يا رب يا ساتر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا هنا. يا اهلا اهلا يا عم مرقص. يا اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا يا حضره العمده. ازيك؟ اتفضل يا حضره العمده. ازيك يا سيدي؟ يبارك فيك. الف مبروك على الصلح يا ابو عزيز. الله يبارك فيك يا عمده. الله يخليك. الله. ايه يا سليم خايف كده ليه؟ ما تخافش. ايه الجمال ده؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ أنا سمعت إنك أنت كنت جاي متبهدل خالص. عموما اللي يقول عليه أبو عزيز أنا موافق عليه. إذا أبوك رحب بيك فأنا كمان برحب بيك. شاكر قوي حضرة العمدة. وإن شاء الله هكون عند حسن ظنكم. أبوك ده راجل عظيم. اللي عمله ده محدش غيره كان يقدر يعمله أبدا. أبويا بيحبنا يا عم مرقص وبيعرف دايما يلاقينا. احنا مستنيين عزيز لما يوصل يا جماعة، ولحد ما يوصل يلا سمعونا الموسيقى والغنى. ناديتك سمعتك بتناديني، ناديتك سمعتك بتناديني، انا تهت وضعت منك
يا هل ترى حتلاقيني، ناديتك سمعتك بتناديني، ناديتك سمعتك بتناديني، مديت ايدي شفتك شفتك بتلاقيني. يا سمعان ولا على هنا العشيق. ايه قال اللي بيحصل هنا ده؟ وايه الزيطة دي كلها؟ ده احنا قعدنا ندور عليك طول الدوريه، اخوك رجع. ايه؟ وعم ابو عزيز عمل الحفله دي علشان يستقبله بسلام. استقبله بسلام؟ ايوه، وكمان دبح له العيد المسمن ولبسه الخاتم في صباعه، وقال ما حدش هياكل الا لما عزيز ياكل. دور يا هلا. رجع وابويا استقبله بسلام وذبح له العجل المسمن ولبسه الخاتم في صباعه. إن الشريعة والقانون ما عدلهمش مكان في بيتنا. حصل إيه يا عزيز؟ مالك عامل كده ليه؟ أنا فهماك يا عزيز، أنت زعلان عشان أخوك أخد محبة أبوك من غير ما يدفع الثمن اللي أنت عايزه. من فضلك من فضلك عزيز، إحنا كلنا عيلة واحدة، كلنا أولاد لأبونا. يلا يلا بينا يا عزيز. أنا مش داخل البيت ده تاني عزيز، من فضلك ما تجرحش قلب ابوك وما تحرجوش قصاد الناس دي كلها اللي جوه. الناس دي كلها ما فيهمش ولا واحد من صحابي، عرفت بقى؟ انا بحافظ على كرامتي لاني مش ممكن اكل مع رعاة خنازير. انا فاهماك يا عزيز، انت زعلان عشان الحفله اللي معموله دي مش ليك انت. يا سلام، يعني سسليم بتاعكم هو اللي يستاهل الحفله دي؟ يا عزيز الحفله دي مش لسليم، الحفلة دي لأبوك. تقدري تقولي لأبوكي أنا مش داخل البلد ده تاني؟ عزيز أنت ما تستحيلش إنك تكون ابن الأبوك، ما تستحيلش إنك تكون ابن الأبوك، ما تستحيلش يا عزيز. يابا أنا سمعت كل حاجة يا سلمى يا بنتي. عزيز رافض يدخل هنا ويحضر معانا الحفلة. كل ده بسبب، أنا هروح أكلمه بنفسي. أنا أعتقد إن عزيز شايف إن سليم غلط. الله. ولازم يدفع ثمن غلطته ويرد ثمن الأرض من تاني. تمام يا حضرة العم. بس ده مش عذر، عشان عزيز سايب الضيوف اللي في بيت أبوه وما يجيش يسلم عليهم، يبقى لازم ياخد عقابه. نجيب عصايا ونضربه، ده شيء سهل.